رح نجي هنا على هذا الهيد اللي هو اكمل النمط وصفر. نجي نشوف العدد يكبر ولا يصغر. احنا ثلاثة، هاي ثلاثة في عشرات الالوف صارت خمسة، معناته اذا يزداد 30,000 زيدها 10,000 تصير 40,000 50,000 60,000 70,000 و80,000. هنا عندنا بدها تنقص الاعداد، سهلة هذا النمط 60,000. قلنا ممكن نحط اصفار اللي هي يقدر يعرف يطرح حتى يوصل اول ثلاث اصفار، حتى هسه لو اضمها حصير 60,000. ننزل تصير 50,000، وبعدين هنا 40,000 30,000 20,000 و10,000. تنقص الاعداد بمقدار 10,000، وقلنا 10,000 مكونه من أربعة أصفار، يعني خمس مراتب بس أربعة أصفار. رقم ثلاثة، هنا عندنا مئتا ألف، شوفوا صارت هنا 400,000. إذا قبلها شنو؟ يعني بعد المئتا ألف تجي 300,000 400,000 وبعدين 500,000 و600,000 700,000 و800,000. إحنا هذه اللي درسناها، هاي الفراغات. إذا تزداد الأعداد بمقدار 100,000 في كل مرة. هنا تنقص الأعداد، لأن التسعة صارت هنا تشوف من السبعة، بس يا مرتبة التسعة، التسعة بمئات الآلاف. إذا تشوفون شلون خليناها الحل واضح جدا، تنقص الأعداد بمقدار 100,000. نجي هنا على المسألة. زار مدينة سومر الأثرية، هذا أكيد عرفتوا، 30,000 سائحا. اكتب العدد بالصوره اللفظيه، انا نزلت العدد هو نفسه يساوي 30,000، هذا اللفظي، هذا 30,000 هو اللفظي. زين، نجي هنا اكتب العدد بالصوره الرقميه، يعني هو مطينا لفظي راح اسويه رقمي. تسعه عشرات الالوف، شوفوا التسعة وين خليتها؟ في عشرات الألوف، صارت 90,000. يعني هنا أنا بكون الفاصلة، ما خليت الفاصلة، أريد شوية تتعلمون شلون تكتبون 90 وبعدين الأصفار مال الألف صارت 90,000، هنا 70 وبعدين 1000. زين، هنا ثلاثة مئات الألوف، هي مو 300 يعني 300، قبل اقل 300، زين الالوف وبها ثلاث اصفار الالوف اقل اصفار على الالوف. هاي حتى لسهوله كتابه العدد بالصوره الرقميه. وهنا 800,000، هاي 800,000. يعني هاي 800 وهاي الاصفار على الالف صارت 800,000 بالصوره الرقميه. كذا اتحدث هنا هذا التمرين مارسته، لانه ممكن انتم هي عشرات الالوف ويريد الى 40,000، يعني 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 قد اول لل 90,000. زين، احل اكمل النمط وصفه ايضا. هنا عندنا تشوفون كم صفر، هنا اربع اصفار، اذا هي في عشرات الالوف. فنكمله 50,000 هنا 70,000 وهنا 90,000 يزداد بمقدار 10,000. هنا ما راح ينقص، راح نخلي 60,000 هنا وهنا 40,000 وهنا 20,000، اذا تنقص الاعداد بمقدار 10,000. هنا عندنا 100,000 صارت 300,000، اذا تزداد الاعداد بمقدار 100,000، هنا 200,000 وهنا 400,000 وهنا 600,000. زين، رقم 13 هذه اللي هي ايضا بمئات الالوف، تنقص 100,000، هنا 700,000 وهنا 500,000 وهنا 300,000. هو ذا اللي بدك تعرفه، من اكتب 500,000 تشوفون اكو فراغ، خليت هنا فراغ بين الاصفار حتى لسهوله العدد، يعني هنا من هو باعه واحد يمكن له شويه يلاقي صعوبه بالقراءه مالته، لكن من اقصى الاول اصفار اول ثلاثه وبعدين يعني هنا اول ثلاث مراتب وهنا ثلاث مراتب اللي هي مال الاخر بسهوله القراءه. زين، عندنا بالصفحه الاخرى
اللي هي صفحه رقم 10 اكمل الفراغ. احنا ما محددين لا رقمي ولا لفظي، لازم اني اعرف اذا اعطيني لفظي مثل هنا راح اكتب رقمي 3 غير هاي 3 و1000. زين هنا شوفوا هنا عندنا اربع اصفار يعني بعشرات الالوف، اذا راح اكتب 90 هالشكل يعني رقما ويا هالكلمه صارت 90000، وممكن اكتبها 90000 مثل ما مكتوبه هنا. زين رقم 16 هاي اللي هي 80000. زين وهنا 3 مئات الالوف يعني 300000 اكتبها بالصوره الرقميه. زين هنا ايش قلت هنا عندنا 600000، ايش قد يعني بالمئات؟ يعني 6 مئات. هي هاي 600 لكن 600 عاديه، لا 600 بالالاف، اذا 6 مئات الف. وهنا ايضا ان نحسب الاصفاره او ممكن نحط فاصله حتى نعرف نقراها 800000، او ممكن ايش نكتب؟ نكتبها كلمه ايش 800000، لان اذا تكتبها 800 ويبها 1000 ممكن تعتبر صوره لفظيه لسهوله في الكتابه. سؤال 20، نقلت الحافلات ذات الطابقين في بغداد في احد الايام 60000 راكب، اكتب العدد بالصوره الرقميه. هذا 60000 لفظي، اكتبه هنا رقمي. هاي بس ارقام بدون كلام، هنا 60000 هاي 60000. شوفوا خليت فاصله بين الاصفار حتى تبين. سؤال 21، ينتج مصنع للعصائر 600000 قنينه من عصير البرتقال سنويا، اكتب العدد بالصوره الرقميه. هاي 600000. شوفوا 600 يبها 1000، اذا هاي 600000. سؤال 22، من وحدات قياس الطول هي الكيلو متر والمتر، اذا علمت بان العلاقه بينهما توضحها الجمله التاليه. العدديه العفو، توضحها الجمله العدديه. واحد كيلو متر هذا كم؟ يعني كيلو متر يساوي 1000 متر. زين اذا عندنا 3000 متر، يعني هاي صارت 3000 متر، ايش قد الكيلو متر؟ 3 بالكيلو متر. حتى افكر وشرحت لكم اياها الدرس الماضي، ان شاء الله عرفتوا تحلوها. عندنا هنا العدد هذا في اربع اصفار اللي هو 30000، يريد منا اقل ب 10000، يعني اخذ منا 10 ومن هنا شو اسوي؟ لا اضيف له 10000 حتى يصير الموضوع علي سهل. شو اسوي؟ اخلي اشاره جوا العشرات الالوف، هاي العشرات الالوف اقل منها ب 10 يعني 2 وتنزل الاصفار. زين هي الثلاثة ازيد من عندها ب 10 يعني 4 تنزل الاصفار يعني 40000. هاي طريقة حل. زين هنا ما موجود العدد، عندنا اللي اقل ب 10 وين 10000؟ هاي ال 10000 الأربعة إذا أزيدها 10 يعني أزيدها 1 للعشرة يعني 10 وحدة زيدها للأربعة تصير 5، وهاي الأرقام كلها تنزل مثل ما هي، حصير 52000. زين 52000 أزيدها 10 حصير 62000. هسه هنا ما عندنا العدد وما عندنا الأقل، عندنا من هو الأكثر يعني لازم تنازل ينزل. هنا هاي السبعة آخذ منها 10 تصير 6 وتنزل بقية الأرقام راح تصير 65000. قبل هالعشرة 55000. زين هنا نجيت 60000، قبل هالجيت 50000، بعد هالجيت 70000، لأنه البعد هي أكثر ب 10، القبل هي الأقل من العشرة. زين عندنا سؤال 24، توصيل هذه نقراها جيت هنا 80000، هاي 80000، هنا 10000 هذه مقاليها، وهنا 300000 سؤال اللي هي 300000. اكتشف الخطأ. يقول كمال ان العدد هذا جد العدد 30000، انا مداخل هذه الفاصله بس حتى اسهل قراءه العدد، يزيد على العدد 3000.
الثلاثون ألف تزيد على العشرون ألف بجي الألف. يعني ماما لأنه هاي العشرون هاي العشرات هاي العشرات إذا أزيدها واحد بجي حصير ثلاثة. إذا هي بالآلاف هاي عشرون ألف أزيد من عندها منه ثلاثون ألف بجي تزيد عليها تزيد عليها بمقدار عشر آلاف. نلتقيكم بالدرس القادم.